رسميا الوفد الأوروبي في تونس، ولقاء في قصر قرطاج، وخطاب لرئيس الجمهورية، وتوقيع الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي. في رئاسة الجمهورية نلقاو خطاب مباشر لرئيس الجمهورية بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي، كانوا حاضرين الكل مع رئيس الجمهورية على حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي. تم هذا بحضور كل الأطراف، ورئيسة المفوضية الأوروبية كتبت تغريدة على موقع تويتر، قالت فيه بأنه فريق أوروبا يعود إلى تونس، كنا هنا معا قبل شهر لإطلاق شراكة جديدة مع تونس، واليوم نتقدم. حسب التصريحات متاحة بالنسبة لرئيس الجمهورية في الكلمة اللي ألقاها أمام الحضور، أحكي على ظروف المهاجرين، هو أبرز ملف طبعا هو ملف المهاجرين غير النظاميين، إلى جانب بقية الملفات الأخرى منها الاقتصادية وإلى غير ذلك. في انتظار أنه نرجع في الفيديو القادم على أبرز خطابات الرئيس في هذا الكل. نلقى وزير الداخلية الإيطالي أحكي على ملف المهاجرين، وهكا من وجهة النظر متاعه قال بأنه العدد المتزايد للضحايا بين المهاجرين اللي حاولوا الوصول إلى أوروبا ينبغي أن يدفعنا، يحكي على إيطاليا، يدفعنا إلى تفضيل التدفقات المنتظمة للهجرة، بمعنى يزيدوا في عدد التأشيرات المسموح بها للدخول إلى أوروبا. وكان التقى الوزير وزير الداخلية الإيطالي نهار الجمعة بنائب رئيس المفوضية الأوروبية وفي مقر وزارة الداخلية، وأعلن الوزير أنه ميثاق الهجرة واللجوء اللي تمت الموافقة عليه في 8 جوان في لوكسمبورغ يعد بمثابة نقطة انطلاق مهمة، وباش تكتمل الاجتماعات الثلاثية الجارية بين البرلمان والمجلس الأوروبيين والمفوضية لصيغة الإطار القانوني المهم لهذا الموضوع. قال زادة بأنه الاجتماع كان فرصة لتقييم المبادرات حسب تعبيره، المبادرات الجديدة اللي تمولها المفوضية الأوروبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. ملف الهجرة ملف كبير برشا. رئيس الجمهورية كان دائما وأبدا يشدد على أن تونس لن تكون بلدا للتوطين ولا للعبور، هذا موقف ثابت من رئيس الجمهورية. بعد قليل باش نحكيو على هذا الاتفاق في الفيديو القادم بأكثر تفاصيل والبنود اللي فيه والنقاط اللي فيه. فقط نشير إلى أنه إلى بعض العمليات اللي تصير في عرض البحر، في صفاقس تم الاحتفاظ بأربعة مجتازين جنوب الصحراء بعد ما أحدثوا الفوضى على متن قوارب الحرس البحري، هذا حسب ما أعلنته الإدارة العامة للحرس الوطني. قالت بأنه فرقة الأرشاد البحري بصفاقس احتفظت بأربعة مجتازين من جنوب الصحراء بعد أحداث الفوضى على متن قوارب للحرس، وأكدت أنه تم البارح نجدة وإنقاذ 108 مجتازين من طرف الوحدات البحرية التابعة للمنطقة البحرية بصفاقس، وكانوا على زوز مراكب في عرض البحر. وبينت أنه المجموعة الأولى فيها 28 شخص امتثلت وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقلهم للطوافة المتنقلة بصفة طبيعية، بينما البقية اللي هما المجموعة الثانية هما اللي استعصوا وقاموا بإحداث الفوضى والهرج بعرض البحر، وتم السيطرة عليهم ونقلهم بعد للوحدة المتنقلة، إلا أنهم ألقوا بالمحرك البحري عرض البحر وتعمدوا سكب أربع حاويات بنزين على سطح الوحدة المتنقلة، وتعمد واحد فيهم تهديد عوين الدورية البحرية بواسطة ساطور كبير الحجم. طبعا تم الرجوع إلى النيابة العمومية اللي أذنت بمباشرة الأبحاث في قضية عدلية موضوحة
التعاصي على موظف عمومي لحمله على ترك أمر من علائق وظيفه وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة والتهديد به والتهديد بما يوجب عقاب جنائي والاحتفاظ بأربعة مجتازين تم التعرف عليهم من قبل الدورية البحرية من كونهم قاموا بسكب البنزين والتهديد. أخبار أخرى قوية وقوية جدا، تونس تستعد للتفاوض مع تركيا حول جيل جديد من المعاهدات التجارية. المدير العام للتعاون الاقتصادي الدولي بوزارة التجارة الأزهر بن نور قال إن المفاوضات المرتقبة مع تركيا تتنزل في إطار جيل جديد من المعاهدات التجارية، وإنه لجنة وطنية متعددة الأطراف بصدد إعداد تصور قبل خوض هذه المفاوضات. وقال بأن الجانب التركي أعرب عن استعداده لخفض العجز التجاري بين البلدين، فيما طالبت تونس بتدفق أكبر للاستثمار وتحسين نفاذ المنتوجات التونسية إلى السوق التركية. وأشار المدير العام للتعاون الاقتصادي الدولي بوزارة التجارة إلى الاستعداد لانطلاق مفاوضات تبادل حر مع إندونيسيا ومجموعة أمريكا الجنوبية. أخبار أخرى وقرارات تاريخية، إيقاف محامي مورد في إدارة صفحات تضر بالأمن العام، هذا ما أكدوا الناطق الرسمي باسم حاكم المنستير والمهدية في تصريح اليوم، إنه الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمنستير أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محامي من أجل تعمد استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر أخبار زائفة بهدف التشهير بالغير والإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني. المحامي أمين بوكرقد كان أعلن أنه تم فجر اليوم إيقاف المحامي محمد علي عباس. وفي نفس السياق الناشط السياسي المسند لرئيس الجمهورية رياض جراد كان نشر تدوينة حكى فيها على إيقاف محمد علي عباس، اللي يقول حسب تعبيره هو حسب تعبير رياض جراد أنه امتهن واحترف ضرب الدولة ورموزها ومؤسساتها وأجهزتها بنشر الإشاعات والأكاذيب وهتك الأعراض على مدار الساعة في محاولة يأسى وبأس منه لإرباك الوضع وإدخال الشك، حسب نص التدوينة. وقال زادة بأنه محمد علي عباس يشرف على تسيير صفحة سيب صالح وبعض الصفحات الأخرى المرتبطة بمجموعة أنستالينجو حسب تعبير رياض جراد. كما اعتبر جراد أنه ما اقترفه محمد علي عباس هو عين الإرهاب حسب وصفه في حق الدولة ومؤسساتها اللي استباحة بعربته وجرائمه اليومية في حق النساء والرجال حسب تعبير رياض جراد اللي هو إعلامي أيضا ومساند جدا لرئيس الجمهورية قيس سعيد.